من جهتها أوضحت سعادة النائب فاطمة عباس قاسم رئيس اللجنة النوعية الدائمة للمرأة والطفل بمجلس النواب أن دور الانعقاد القادم سيشهد التركيز على العديد من الملفات الهامة ومواصلة البناء على ما تم تحقيقه من الإنجازات في الفصل التشريعي الماضي. دور الانعقاد السنوي الثالث من الفصل التشريعي الخامس سيشهد بكل تأكيد المزيد من العمل والإنجاز ومضاعفة التعاون والتنسيق على كافة الأصعدة، سواء على المستوى التشريعي بين النواب وبعضهم البعض من خلال اجتماعات اللجان البرلمانية المختلفة ودراسة كل ما هو متعلق بالمقترحات وإلى آخره، أو مع مجلس الشورى من جهة أخرى، أو مع السلطة التنفيذية الحكومة الموقرة. فهناك العديد من المراسيم بقوانين التي تم إحالتها إلى المجلس، مثل المرسوم بقانون رقم 30 لسنة 2020 بشأن التأمين ضد التعطل بسداد 50% من أجور البحرينيين المؤمن عليهم بموجب قانون التأمين الاجتماعي مدة 3 أشهر اعتبارا من شهر أكتوبر، وأيضا المرسوم بقانون 22 لسنة 2020 بإدراج 177 مليون دينار مصروفات طارئة في الميزانية العامة للدولة لسنة المالية 2020.